ساعة واحدة فقط هو عمر الهدنة المخترقة من قبل الميليشيات الانقلابية هنا في تعز. فبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 12 بعد منتصف الليل، قصفت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أحياء متفرقة في المدينة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء. من بعد دخلت الهدنة حيز التنفيذ، من الساعة 3 بدأ هجوم عنيف على الحارة مستخدمين الهاونات والكاتيوشا والمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة حتى الصباح، وكان نتيجة سقوط قذيفة ما أدري بالتحديد هاون كاتيوشا أصيبت عدد من الأطفال بالحارة، منهم تقريبا 5 أو 6 أطفال. مرشد علي سالم ذا 50 عاما من عمره هو أول شهيد لاختراق الهدنة، فبعد أن دارت اشتباكات عنيفة في محيط معسكر الدفاع الجوي في الساعات الأولى منذ بدء سريان الهدنة، خرج مرشد كغيره من المواطنين يريد أن يتفقد الحي الذي يسكن فيه مع اشتداد المواجهات في المعسكر الذي يبعد عن منزله كيلومترات، وإذا برصاصة تسكن جسده ليسقط مغشيا عليه بجوار ابنه مراد الذي لم يجد من يقوم معه بإسعاف والده. اللي حصل بالضبط والله عند كان هنا خارج من البيت الساعة 12:30 يشوف الحرب، بدأ اشتباكات في الدفاع القوي من الساعة كذا 12:30 للساعة واحدة، خرج هو يشوف قال بشوف وين الاشتباكات، قلت يا والد ما اشتباكات الرصاص، قال هنا اشتعوش وأقاط طلقا من ورا الدفاع من جهة الحوثة، حاولت اننا ندعي اصحاب الحرب ما حصلتوش احد. اختراق الهدنة التي انتظرها الناس طويلا واستمرار المواجهات العنيفة في الجبهات. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.